ترجع لنا واحد مسكين ما جاش غير البارح قال له ما جاش. هذه ماشي طبعا. الشوربة هذه. مسر خير عليكم صحتكم رمضان ثم بالصحة والستر إن شاء الله. أنا هي السيدة عالم يمينة عندي ساكنة سوسار كنز العبد المهيدي ومدة 16 عام راني دايرة عبد سبيل وعاونوني محسنين هم يعاونوني كل خير يجيبوه لي بسوسار كنز العبد المهيدي. في الأولى كان هذا سيدي أحمد قازا قازا الله يحمه ويسع عليه جا عندي قاعد يخدم معايا ويحط معايا خدم معايا واحد عامين هكا في الثالث مات الله يرحمه ويسع عليه مسكين. واللي نقولها لهم نقول لهم اللي بغى يعاون يعاون في سبيل الله يعاون هاد الناس المحسنين يكثر ربي خيرهم وكاع نحطها للشعب اللي راه برا نفوت 600 نفوت 600 واحد ولمبورتي نفوت 60 70 اللي يجو يدو خاطر كل خير كاين.